السلام عليكم. الاسم ديالي محمد رضا بقال، حي ديالي الحي الدراو. واه انت اللي كتضرب الطبل هنا في هذه الحومه؟ انا اللي كنضرب الطبل هنايا كل عام. دابا هادي الضغط 12 عام وانا كنطبل هنا. واه شحال كان في عمرك بديتي هذه؟ بديتها في عمر ديالي 17 عام. واه باقي صغير. واه بدينا صغير، كان خلى انا واحد الراجل فوراني عندي حسن الله في العمر ديالو كبير في السن هو، فهمتيني؟ باش مس دابا راه مس واحد 12 عام مس. خلاها لي العام اللي خلاها لي ماتو. وشبرنا حنايا في الدوم. ما كتجبرش شي صعوبات؟ شي واحد يقول لك الخاوه ما تطبلش عليا ولا اش نقول لك؟ كنجبروا الصعوبات بزاف. الا بغينا نهضروا راه ادينا الوقت نختصروا السلام، فهمتي؟ ما كيقولش الناس ديك الساعه يعني اختصروا السلام. كاين اللي كيقول لك اخاي ما تفيقني شي عندي الساعه، فهمتي؟ كاين اللي كيقول لك اخاي علاش كتطبل، فهمتيني؟ يعني اللي صالحه الطباله تصدع الناس، كل واحد كيفاش كيحسبها، فهمتي؟ انت كيفاش كتحسب؟ انا بالنسبه لي انا ما كنديهاش حتى فيه ولا ديتي على هذا ولا هذا، ترى ماذا ما نصوموش، فهمتيني؟ يعني كنعملوا اللي في النيه ديالنا واللي في القلب ديالنا، وهادشي هذا عادات الناس كبار، فهمتيني؟ اللي من زمان، فهمتيني؟ بحكم انك انت شاب ما كتشوفش الطبل شي حاجه قديمه. سينا دابا كاين دابا هادشي هذا يعني الجدد ديالنا هو ماجي، فهمتيني؟ التقاليد قديمه، عاجين حاليا هاد الهضره اللي قلتي انت يعني تجيني يعني قديمه، فهمتي؟ ولكن اي حاجه التقاليد شحال هادي تجينا قديمه غنمسحوهم مره، غيبقاو هي اليوم. اليوم حتى شي حاجه تافات، فهمتيني؟ كتجي تشوف حاجات قدامي ماشي بحال ذاك. واش هادشي كتخلصوا عليه ولا كيفاش؟ واش نقول لك؟ يعني ماشي شي حاجه الخلاص الدوله ولا شي حاجه، يعني الشعب كيخلص الشعب، فهمتيني؟ حنا ولاد الشعب وكيتضامنوا معنا ولاد الشعب، فهمتيني؟ يعني الناس الجيران ديالي الحومه ديالي، فهمتيني؟ الناس اللي هيدا كتعرف حق الطبال وكتعرف قيمه الطبال وواحد الحلاوه، فهمتيني؟ كيخرج عليك الطفل صغير كيخرجوا بابا كيقول لك الطبال كيقول لك الحلاوه الاجواء ديال العيد والسلام ودي العواشر ودرامادان، فهمتيني؟ ياك الله يرحم بابك. الله يعز. اطرف حاجه وقعت لك شي؟ وقعوا لي جوج نقولهم لك، فهمتيني؟ البدايه ديالي ان شاء الله كنت بديت نطبل، كنت باقي صغير باقي ما كنفهمش شنو وقع في هادشي هذا الدومين ديال الطباله، فهمتي؟ كنت في منظر جامي، كنت في منظر جامي في يد الطباله ومعايا شي دعوه صغارين، كنت باقي كنمشي بقفله الدراري، كنت باقي ما كنفهمش، فهمتي؟ هادشي كنطبل هيدا في واحد الزنقه مسلسه شويه، انا ان شاء الله جيت قرط باش ندور بالطباله، واحد الراجل تبارك الله طويل عنده اللحيه التينيه باينه في ريفي من ديك الوافه، تحيه الروافه، فهمتين؟ لابس قندوره بيضاء كامله بيضاء واللحيه هايده مخبي علي، عامل واحد الهكه زايده بحال هايك، حق الله لا عامل لي هي عنكوز انا عيضربني، فهمتيني؟ شني في عقله ما نعرف، انا ما استوبرتوش، انا اول مره نوصل لهذيك الحومه واخر مره ما عمري زيد نوصل، نهار اللي خرج لي ديك السيد، ان شاء الله على الطفل هايده باش العكاز باش يضربني، ان شاء الله خرجت انا علي الطبل حاسس بشي حاجه ماشي هذيك، علي الطبل جات ضربه في العكاز في الطبل، فهمتين؟ خفت انا، فهمتي؟ معك كنت باقي صغير خفت، شفت هيدا كنقول شي عنده هذا الراجل، كنقول له شي عندي، ما باقي شي عندك عايك تزيد يضربني الضربه الثانيه، هو مع لابس قندوره طويله اعتار هود على دقمه، قسما بالله اخوتي الى الدم خرج له من دقمه، جيت انا شنو نقول له؟ مت في هيدا قلت له خلصك الله عامي ديري، مشيت فحالي ما زدتي دورت ديك الديه مره نهائيا. باقي خير اذا كتفكر انه في السنوات القادمه ان شاء الله اذا طولت ما تزيد في هذا الدومين؟ واش نقول لك؟ يعني ولا جبرنا ما احسن، فهمتين؟ هي اصلا ما كنضربش الا حساب زعما شي حاجه شي دعم فيها ولا شي حاجه، يعني شي خدمه هايده يعني، فهمتيني؟ خدمه اللي كنخدموا حنايا يعني مرتاحه، فهمتيني؟ ماشي شي خدمه اللي عدي لك الوقت، عندنا الخدمه على قد الحال، فهمتيني؟ هي اللي كتخليك زعما تزيد تكمل، فهمتيني؟ وانا اللي رزقنا الله في شي خدمه مزيونه في شي حاجه مزيانه اكثر احسن من هايده، غنشبروها نسلموها لشي واحد، ما غنشبروش غنسيبوها، غنسلموها لشي واحد عاد، فهمتيني؟ واني بكل فرح نطبل ماشي شي حاجه، يعني ما كان ماشي شي حاجه لا مع ربي ولا مع العبد، وبنادم اللي النيه ديالو غارقه عاوت ربي كيخلصو، حنا النيه ديالنا عادي. الله يرحم بابك المرضي، الله يعز، الله يرحم والديك هاني يا خاو، الله يحفظك المرضي.
اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.